نحن جئنا من إثيوبيا. إثيوبيا عليهم حرب زيادة في منطقة الولو، طلعونا بسبب أقامتنا عليهم. نحن في اليمن نجتي الشغل، إذا حصلنا إذا ما حصلنا نجلس في هذا المكان. تشوفونه هذا كل مجموعات طلعوا ببلاد بسبب الحرب بسبب الشغل. بالنسبة للأوضاع في عدن، الأوضاع يعني أكثر من رديء من الناحية الاقتصادية ومن كل النواحي. وبالنسبة للجالية الأفريقية يعني أنا أتخيل أنها أصبحت أكثر من هالبلاد، يعني كأنه احتلال، محتلين البلاد. ما عاد درينا هو هذولا داخلين بطريقة رسمية أو بطريقة تهريب أو ما أدري وش الوضع. ما أدري معنا حكومة، معنا جهات رسمية تنتبه لهذا الوضع.